امبارح كمان تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة السيارات المتكاملة، واطلع سيادة الرئيس على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة الواقعة على مساحة تقع على 57 فدان على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، واللي بتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة أيضا ببنية نظم ومعلومات متكاملة. تفاصيل أكتر خلونا نتابع التقرير التالي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فدانا على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر وتسع لأربعة آلاف سيارة. سيادتك النهاردة يا فندم مشرفنا في سوق السيارات الجديد. بعد الدراسة والعرض على سيادتك فندم، تم اختيار مكان سوق السيارات الجديد بحيث انه يكون مكان سهل الوصول ليه من جميع المحافظات يا فندم، وبالتالي تم اختياره فندم في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. سيادتك سوق السيارات يا فندم بيقع على طريق المحاجر العين السخنة. الطريق ده فندم سيادتك بيربط مع عدة طرق رئيسية، اهمها طريق محور محمد نجيب، طريق الدائري الاوسطي، والطريق الدائري الاقليمي. وكده فندم احنا سيادتك بنسهل الوصول للسوق دون التحميل على الشبكة الرئيسية القائمة اي اعباء مرورية يا فندم. تم انشاء السوق سيادتك على مساحه 57 فدان يا فندم. ال 57 دول يا فندم مقسمين كالاتي: اربع ساحات انتظار رئيسيه بسعه 4000 سياره، تم اضافه يا فندم مظلات افراد ومظلات سيارات، وعدد 9 دوره مياه موزعه على مساحه السوق بالكامل يا فندم، بالاضافه سيادتك لعدد 2 مبنى رئيسي زي قدام سيادتك حضرتك. المبنى الرئيسي رقم 1 يا فندم ده مبنى مجهز لاعمال الشهر العقاري والنيابه والمرور. الدور الارضي منه يا فندم مجهز للورش سريعه الصيانه. المبنى الرئيسي رقم 2 يا فندم ده مبنى مجهز لاعمال البنوك واعمال معارض السيارات واعمال المطاعم والكافيتريات. وكده يا فندم احنا سيادتك بنسهل على المواطن اجراءات البيع والشراء داخل السوق. بالاضافه يا فندم تم انشاء مسجد بسعه 250 مصلي، بالاضافه يا فندم لمبنى حمايه مدنيه شرطه اسعاف اطفاء، بالاضافه يا فندم تم انشاء مبنى اداري لاداره اعمال السوق. والميزه يا فندم في سوق السيارات سيادتك ان هو السوق بالكامل مراقب بالكاميرات، ولتسهيل اجراءات الدخول والخروج للسوق يا فندم تم انشاء 16 بوابه الكترونيه موزعه يا فندم 10 بوابات دخول على نسق واحد، وست بوابات دخول موزعه على نسقين، نسق حضرتك بيخرج على طريق المحاجر العين السخنه، ونسق تاني حضرتك بيخرج على طريق محور محمد نجيب يا فندم. تم عمل جميع الشبكات البنيه التحتيه يا فندم للسوق، كهرباء وميه وحريق، وربطها على الشبكات العموميه. تم تجهيز جميع مسارات النظم والمعلومات. وكده يا فندم ان شاء الله في خلال الشهر اللي جاي شهر نوفمبر ان شاء الله احنا بننسق مع الشركه الوطنيه للاستلام وبدا اعمال التشغيل التجريبي ان شاء الله يا فندم. ده الشكل النهائي يا فندم من ببيت الجنود والمسجد سيادتك، وده المبنى الحمايه المدنيه اللي موجود شرطه واطفاء واسعاف، وده المبنى الاداري اللي بيدير اعمال السوق يا فندم، ودي المنشات كل الاعمال الاعتياديه والنظم والمعلومات. جاهزين كده للشغل خلاص ان شاء الله يا فندم. انا عايز اطمن ان الخدمات اللي معموله للمواطنين مناسبه. تمام سيادتك. طيب في عندك مشكله في المرافق؟ ميه كهرباء؟ تم ربط جميع المرافق يا فندم من كهرباء وميه وحريق على الشبكات العموميه يا فندم. طيب الدنيا ماشيه كويس. تمام سيادتك. شاكرين. تحت امرك. شكرا. ايوه امرك. انت يمكن مش بس كده كمان، الحقيقه انه كمان تم تطوير منطقه طبعا الحي العاشر في مدينه نصر، وزي ما كانت بسنت بتتكلم مع حضراتكم فعلا كان بيبقى في ازمه كبيره جدا. يمكن المهتم بالعربيات المستعمله عارف الازمه اللي كانت موجوده يوم الجمعه ويوم الاحد تحديدا. تابعنا مع حضراتكم المساحه الكبيره اللي هتقام عليها هذه المدينه، كمان المنشات اللي موجوده فيها، هيكون فيها منطقه حره، هيكون فيها مكان مخصص لبيع السيارات المستعمله، هيكون فيها مراكز صيانة إن كانت سريعة أو مراكز صيانة وورش صيانة. والحقيقة أنه كمان هتكون مجهزة هذه المدينة بكل ما تحتاجه، كل ما يحتاجه المواطن من أول ما يروح عشان يشتري عربية لغاية ما يرخصها، كل حاجة يحتاجها هتكون في مكان واحد، ودي حاجة مهمة جدا جدا. كمان فكرة أنه يكون هذه المدينة الحقيقة مدينة السيارات موجودة تحت نظر الدولة، دي كمان نقطة مهمة جدا. احنا هذه الصناعة هي صناعة مهمة، فكرة أنه يكون في مكان لتصليح السيارات، في مكان للتراخيص، في مكان لنقل حتى الملكية، كل الخدمات دي ان هي تكون موجودة في مكان واحد، دي
نقطة مهمة جدا جدا. على أي حال لسه مكملين مع حضراتكم في استعراض أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. يمكن كمان من أهم الأحداث اللي حصلت امبارح إن الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف. كمان الحكومة نفت إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي، وأخبار تانية كتير هنتابع تفاصيلها في سياق العرض اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، وده خلال الفترة من 22 ولحد 28 أكتوبر. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد كلام غير صحيح نهائياً، وإنه ما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده، خصوصاً إنه هيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي ولحد صف تانية ثانوي بواقع 20 درجة، وهيتم إعداد الاختبار القصير من خلال موجه المادة الدراسية، وهيكون الاختبار على مستوى المدرسة حرصاً على تحقيق معايير العدالة. امبارح أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي سبق وتم إطلاقها يوم 1 سبتمبر وهتستمر لحد آخر شهر نوفمبر، وده لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة وصلت ل 60%، وده هيكون بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. أيضاً امبارح وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1797 قضية تموينية متنوعة. كمان محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، وأبرزها تنفيذ 7992 وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه في محافظة البحيرة، وإنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله في 5 شوارع رئيسية في حي غرب الإسكندرية، وكمان تنفيذ 12 بحيرة تجميع مياه الأمطار في مراكز الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة بتكلفة 0.5 مليار جنيه، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها مجموعة من الأخبار المهمة، أبرزها إن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أكدت إن قطاع الإسكان شهد نمو ملحوظ خلال الفترة من 2018 لحد 2022، وكذلك تم إنشاء عدد 7992 وحدة سكنية جديدة في نطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية وصلت لمليار جنيه. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قال إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله في 5 شوارع رئيسية، وده استجابة لمطالب أهالي حي غرب، وده بخصوص رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من المشروعات الخدمية. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد إن وزارة الموارد المائية والري قامت بتنفيذ 12 بحيرة لتجميع مياه الأمطار في مراكز الصف وإطفيح بتكلفة وصلت ل 500 مليون جنيه، وده ساهم بشكل كبير في استيعاب كميات الأمطار والسيول اللي شهدتها المراكز خلال موجة الأمطار الأخيرة. جامعة مطروح أنهت استعداداتها لانطلاق المؤتمر العلمي الثالث للسياحة والضيافة والتراث، واللي هينعقد النهاردة في 1 سيوة تحت عنوان السياحة والعمل المناخي. هدف المؤتمر هو ابتكار أساليب حديثة للعمل المناخي من أجل استدامة صناعة السياحة والضيافة وإلقاء الضوء على أثر التغيرات المناخية على المواقع الأثرية والتراثية. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعلنت نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ومسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2022. المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أكد إن اللي عاوز يتعرف على نتيجة التظلمات هيكون من خلال البحث في الملف المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن أنه هيتم طرح وتنفيذ أكبر مشروع للصرف الصحي لمنطقة الحاجر التابعة لمدينة إدفو، واللي بتساهم في تطوير وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، خصوصاً أنه تم إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتكلفة التقديرية هتوصل لأكثر من 250 مليون جنيه. الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شاركوا في أكبر ماراثون للمشي بمشاركة 1000 من الشباب، واللي انطلق من أمام مكتبة مصر العامة بمسافة 5 كيلومتر. اللواء أشرف الداودي محافظ قنا قال إن مديرية الصحة والسكان نجحت في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ل 2923 سيدة ضمن فعاليات القافلة الطبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.